لطيف برداش رئيس الهيئة الوطنية ضد الكهرباء على هامش الجمل 33 لتجمع منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط مدريك والذي يشغل فيه المغرب منصب نائب الرئيس. تنظم الهيئة الوطنية ضد الكهرباء اليوم ولأول مرة في بلادنا مؤتمرا رفيع المستوى لمناقشة آفاق ووعود تحديات الانتقال الطاقي على المستوى الإقليمي. عرف هذا المؤتمر مشاركة وفود ممتلة من أكثر من 20 دولة يترأسها رؤساء هيئة تنظيم الطاقة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ووزراء من الحكومة المغربية ومجموعة من الفاعلين الأساسيين في قطاع الطاقة بالمغرب. وكتمثل هذا الحدث فرصة ممتازة للمغرب لإبراز أهمية التقدم الذي أحرزه بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده في مجال الطاقة والآفاق طموحة لبلادنا من أجل تنمية الطاقة المتجددة والذي يجعل منها محورا طاقيا حقيقيا يخدم ضفتي منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وإفريقيا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر ووكيل أول وزارة الكهرباء السابق. يعني سعيد بوجودي مع في المغرب ومرة تانية بهني الحكومة المغربية على التنظيم الرائع اللي اتعمل ومنساش ان احنا نتمنى الشفاء العاجل للسيد لفخامة جلالة الملك محمد السادس. في تقارب كبير جدا بين مصر وبين المغرب في مجال الطاقة. المغرب بدأت مشروعات كبيرة جدا في مجال الطاقة، مصر أيضا عندها مشروعات كبيرة في مجال الطاقة سواء في الطاقات المتجددة أو في الطاقات التقليدية، وأيضا داخلين في الوقت الحالي في مجال الهيدروجين، دخلنا كمان السيارات الكهربائية وكارجيليتور طلعنا القواعد والأسعار بتاعة شحن السيارات الكهربائية. إن شاء الله يعني يبقى في تعاون بيننا وبين أجهزة التنظيم جهاز التنظيم في المغرب بإذن الله، لأن مهم التعاون وده الهدف أساسا من الاجتماع هنا، إن يبقى في تعاون بين الجنوب المتوسط وشمال المتوسط المدرج في مجال التنظيم، لأن المستقبل بيقول إن التنظيم مهم جدا ولا يمكن إن أنت تقدر إن أنت تدخل القطاع الخاص بدون وجود أجهزة تنظيم قوية. فدي أهمية الاجتماعات اللي احنا موجودين فيها وأهمية فعلا التعاون بين مصر وبين المغرب، أعتقد إن هو هيبقى نقلة نوعية في مجال الطاقة للبلدين. شكرا. président de la Fédération de l'énergie. Nous sommes très heureux de participer aujourd'hui à cet événement de Madreg qui regroupe tous les régulateurs du pourtour méditerranéen. Notre participation, notre apport à cette journée, c'est d'échanger avec d'abord le régulateur marocain et de voir un petit peu les benchmarks qui sont faits dans les autres pays pour pouvoir donner une opportunité au secteur privé marocain de donner un petit peu son impression, de donner un petit peu quelques objectifs qui pourront être débattus lors des différentes rencontres avec la fédération, avec l'ANRE au Maroc et pouvoir promouvoir un petit peu les énergies renouvelables et donner une visibilité assez accrue par rapport à ce type d'énergie et de manière générale avoir une étroite collaboration avec l'ANRE. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.